عن خبرك. انت ما يمكن بتفكريني عم بالغ يعني او عم كذب. لا مين قال عم كذب؟ بس شو بدي احلم؟ انا كل ليله ثبت. هلا انا وزايد زي من بيتي لهون، انا وميسي كل السباب اللي السباب باظين عيونهم لبرا. ليه ما شفت الويتريه حبيبتي؟ شفتك فرقه طلعوا فيي؟ اصلا انا ما بحب صفحاني اصلا بالحياه يعني. لا واضح بس المهم الثقه عزاد. لك يا حبيبتي يا جوجو، شو انت حبه وحبتين محمصه قد ما بدك قولي. شوفي شوفي ما شفت شيء. ليك حتى ما بين شفتي انا ما بكذب. ليك هيدا انزع عم بتطلع هيك طلع فيه بوظ عيونه لبرا. هسه اللي قاعد من هيك لك وين يا رب تطلع عم بتطلع فيه عينك عنه هلا بتطلع تشب ايه ما تطلعش فيه. مين بدي اعملها طبيعيه روقي العبها طبيعيه لانه انا عيني حالي عم بتطلع لهونيك. طلع يلا بستحي طيب بستحي. ولي شو؟ تعمل هيك؟ طب عيطي له. عيط له لا انا صفي حلقة. طب اعطيه وجه اعطيه وجه. بس اعمل له مثل ما عمل لي هيك. ايه بهد بهل ايه؟ كأنه كان عم يقلي فيه. طب اسمعني عمي اسمعي عمي بسمي تعطي عمي بسمي تعملي بس بستك انا. انت ما بتسأل اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا مرحبا كيفك؟ الحمد لله. مرحبا اهلا. شو هيدا؟ عز الطلب. اسمحي لي اقول لك عز الطلب. يا لا بلش لا شوي شوي كثير. انا بنت كثير محترمه وشايفه حالي وشريفه وبعد محافظه على حالي كل حياتي. لا واضح احكي لي عنك، انت بتشتغلي؟ دغري بلش. ايه ردي ايه حتى روقي حتى ما بين لك احكيني ردي. ايه عفوا بس بدي هدر رفيقتي الثقيله بسها. تشتغلي؟ أنا صراحة لا ما بشتغل. أنا شو بتعملي؟ احكي لي عنك. بحكي عنك؟ ايه. أنا ست منزل، بنت مثقفة وحلوة وشايفة حالي قد الدنيا وكلفي طبيعي. كله 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 ما تفكر لا من خار ولا تفكر هيدا كله 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 طبيعي والأهم من هيدا كله إني تحت نصيبي. طيب في مجال هيك نتعاون سوا اتعرف عليكي اكثر؟ انا عندي اراضي كثير وعندي يعني بجنوب بالبقاع اراضي عمد عينك والنظر، فينا نتعاون سوا؟ انا كثير حابه انا كثير حابه صراحتك وفوتك دغري بالموضوع يعني ما في لف ودوران دغري هيك. انا انسان صريح عن جد وانا بموت بالصراحه. الله يخليك. كسب اصلا يعني حلو. الله يخليك. رح احكي لك يعني بدك تعرف علي اكثر يعني ولا بدك نشتغل سوا؟ لا بتعرف عليك وبنشتغل سوا وهيك لقدام الشغل واللي بدك اياه انا بخاطري. يا حياتي كلك ذوق. انا عندي شقفتين ارض ست دينومات وست دينومات. واو. ايه وحده زراعة بندورة وحده زراعة بندورة وحده زراعة على رنيس درة. على رنيس درة هاي ما بحب البندورة. طب بتعرفي هلا بهالفترة هاي موسم الطيور قوي كثير عم يجي ياكل البندورات وينقود على رنيس. فشو رايك نشتغل سوا انا وياكي؟ ايه بس انا ما بفهمت انا كيف معقول يعني استغل قدراتي وهيك؟ شو لك بدي يكون كل شيء واضح يعني واضح معي. شو البوست تبعي بالتحديد؟ البوست تبعك يا حبيبه قلبي انه بحطك انا بين شقفتين الارض وبتعملي ايديكي هيك فزاعه. عرفتي كيف؟ ما فهمت. ما فهمتي رح اقول لك كيف. بندوره هون بندوره عرنيس دوره هون عرنيس دوره وانت ما بتمثلي مثل ما انت شكلك هيك بتعملي هيك بس والعصافير ما بتعود تيجي اي اذا النسر بده يجي بيهرب. انا بدك اياني اعمل فزاعه هيك وقف هيك انا فزاعه بين البندوله والعرانيس؟ مش تعملي انت فزاعه هلا مش عاملي انت هيك يعني انا نقزان منك فكيف اذا العصفور بيجي بيعمل هيك مين بيضل رايي؟ انت سوء انت انت عهبان عندي اراضي انت مزنون طولي بالك عم دبر لك طز فيك وباراضيك رح فيني من هون لك عم ندبر لك شغل بدي شغل لك فزاعه من هون وقعدت انا قاعد من هون ولا اعملي هيك بس البديع بدي شو بك؟ ما انا بدي كل هو ضاين يا رنا حطيها بدي عندك اللي ضايت ايه